أسعد الله أوقاتكم، معكم الدكتورة شيماء القطان، طبيب اختصاصي نطق بل. إن شاء الله موضوعنا اليوم رح نتكلم عن التأتأة. التأتأة مشكلة وايد شائعة بين الأشخاص، تعتبر هي من الاضطرابات اللي هي تأثر على الحياة الاجتماعية للشخص. تقريباً 60% من الأطفال اللي عندهم تأتأة يتعرضون حق التنمر بالمدرسة. هذه دراسات في العالم كله، وأتوقع عندنا إحنا بالكويت نفس المشكلة. وايد حالات نشوفهم تكون المشكلة يا أما في تكرار مقطع أو جزء من الكلمة، أو أن نوقف الكلام كله، تصير فيه مثل وقفات بالكلام، أو نكرر الكلمة كلها. في وايد طرق لتشخيص التأتأة. الطرق عندنا إحنا تعتمد على شدة التأتأة ونوعها والأعراض الجانبية اللي تطلع معاها. في ممكن أشخاص يكون عندهم تأتأة بس ما تأثر على حياتهم الاجتماعية، فهذه تكون شدتها أقل، حتى لو يعني إحنا نشخصها كشدة أقل حتى لو هي تكون شديدة. هذه العوامل الثلاثة اللي نشوفها بالتشخيص، ونشوف طرق العلاج تختلف على كل درجة من درجات التأتأة. في تأتأة نوع من أنواع التأتأة، تأتأة نمائية نسميها. الطفل يكون بعمر تقريبا 2.5 إلى 4 سنين، تطور اللغة يكون عنده وايد سريع، أنه هو أسرع من قابلية الياهل أنه هو يركب الجملة. فالياهل يكون عنده وايد كلمات يبي يركبها، فيبين كأنه هو تأتأة، بس هي نسميها التأتأة النمائية. ما يكون لها حركات مصاحبة، مثلا أنه يغمض عينه أو أنه يحرك إيده أو ريله أو راسه، ممكن تكون عادية وتمر هالمرحلة من غير ما احنا ننبه الياهل عليها. في حالات لا، تقريبا 30% ممكن هي تظل معاهم لما هم يكبرون، فهني نحتاج احنا نتدخل، وعادة كل ما نتدخل يكون وقت أقرب أو العمر أصغر يكون أفضل. فالياهل عادة احنا نشوفه بعمر 4-5 سنين وليحين استمر التأتأة أكثر من 6 شهور، نحاول ان احنا نعرضه على أخصائي يكون أفضل. أخصائي النطق هني راح يساعد الطفل وراح يساعد الأهل والعائلة حواليه أنهم شلون يتعاملون مع التأتأة. ليش؟ عشان نتجنب الأعراض اللي تصير. مثلا الطفل إذا كبر وهو عنده المشكلة ممكن تأثر على حياته الاجتماعية، إذا هو تعرض للتنمر بالمدرسة هم ممكن يأثر على تحصيله الدراسي. فهالأشياء كلها نتجنبها بتدخل مبكر. في أساليب احنا نستخدمها للعلاج راح نتكلم عنها إن شاء الله. والأسباب، الأسباب عندنا حق التأتأة أسباب مو معروفة. الدراسة عادة تكون دراسة عامة، وإن شاء الله راح نتكلم عن الأسباب بشكل مفصل بعد الفاصل. يحتوي جسم الإنسان على الكثير من الأوعية والتي يبلغ طولها حوالي 96,000 كيلومتر. تختلف الدراسات بتوضيح أسباب التأتأة. في عوامل وراثية ممكن تأثر، وفي عوامل اجتماعية، وفي عوامل عصبية. الدراسات لحد الآن تختلف في تحديد سبب واضح حق التأتأة. فإحنا شو نسوي؟ عادة نعالج التأتأة من غير ما نشوف السبب الرئيسي، لأن الأسباب وايد تختلف من شخص لشخص. تدخل فيها عوامل نفسية، تدخل فيها عوامل اجتماعية، وعوامل هم شخصية الشخص نفسه، يعني الطفل نفسه. مثلا الطفل يكون وايد واثق من نفسه ما تأثر عليه التأتأة، حتى لو هو يتأتأ بالكلام بس ما تأثر على حياته الاجتماعية، لأن إحنا قاعدين نشوف المشكلة التأتأة كأنها هي أعلى البرج. مثلا تقول هو البرج عندنا التأتأة اللي احنا نشوفها فيها وايد عوامل تحتها تأثر عليها. تأثر عمر الطفل، مثلا الطفل عمره صغير عادي ما عنده مشكلة انه هو يتأتأ بالكلام، يكبر شوية يبدي ينتبه ان الناس قاعدين يضايقون من طريقة كلامه، ولا ما يعطون الوقت الكافي انه هو يكمل جملته، او انه يكملون عنه جملته، هذا وايد يضايقهم. عادة يضايق الطفل اللي هو عنده تأتأة. والأشخاص الكبار عادة هم اللي يعبروا لنا عن هالمشاكل، يقولوا لنا شنو الأشياء اللي تضايقهم أكثر بطريقة كلامهم.
فهني في عوامل احنا لازم ننظر لها وقت العلاج، ننظر لها وقت الاسباب اللي احنا نشوفها نحاول نشيلها. اذا في شيء ضايق الطفل بالمدرسه لازم ننبه المدرسه، ننبه المدرس انه شلون تسال الطفل، عطى الوقت الكافي، انتبه على شنو اللي قاعد يقول بدال ما تنتبه على طريقه كلامه. فوايد هالاشياء تساعد ان الطفل يتخطى هالمرحله وتزيد ثقته بنفسه، وبعدين يبدي يقدر يطبق الاستراتيجيات العلاجيه اللي احنا ان شاء الله راح نعلمه اياها. فطرق العلاج تختلف من شخص لشخص، ومو كل شيء احنا نقدر نستخدمه حق كل الاشخاص، مو نفس طريقه العلاج للطفل الاول او الثاني او الثالث. فالعامل الوراثي احنا وايد مهم نركز عليه، ونسال عاده الاهل اذا هم عندهم احد بالعائله يتأتأ، على أساس أن احنا نتأكد أن هذا التشخيص تشخيصنا صحيح للتأتأة، ما تكون هي تأتأة نمائية وراح يطلع منها الياهل بدون ما يتأثر. فهالأشياء إن شاء الله وأشياء أخرى راح نتكلم عنها مع طرق العلاج اللي احنا راح نتكلم عنها في المقطع الجاي. إن شاء الله راح نكمل معاكم بطرق العلاج بعد الفاصل. إن طبقة المينا التي توجد في الأسنان هي أقسى المواد التي توجد بالجسم، بالنسبة لطرق العلاج لحالات التأتأة تختلف من شخص لشخص، من طفل لطفل، حتى الكبار ممكن احنا نشوف الأشخاص يونا بعمر كبير يحتاجون أن يطلبون منا جلسات العلاج. عادة الأشياء اللي نحتاج ننتبه عليها على الطفل اللي عنده تأتأة ثلاث أشياء. إذا الطفل هو يتأتأ ومو متأثر وهو مو واعي بالمشكلة، إذا الطفل ما استمرت مثلا التأتأة يعني أكثر من ست شهور وراحت، هذا شيء ما نحاتي هالشيئين هذيل. الشيء الثالث عادة احنا نشوف إذا هل أحد بالعائلة عندهم يتأتأ ولا لا. إذا ما عندهم أحد بالعائلة يتأتأ، وإذا التأتأة خفت أو راحت بعد ست شهور وما في عوارض جانبية أو حركات ثانوية مع التأتأة، هني ما نحاتي، لأن عادة الطفل بيوصل لعمر معين وهذه راح تروح منه. متى نبدي احنا نشوف أخصائي النطق؟ لما يكون هالثلاث أشياء موجودة، لما تكون التأتأة تستمر أكثر من ست شهور، ولما يكون فيها عوارض جانبية، مثلا الطفل يتحاشى أنه هو يكلم أحد غريب عشان لا يتأتأ، أو أن الطفل يحاول أنه هو يتفادى أن مواقف حتى مثلا ما يتكلم بالتليفون وما يكلم أحد غريب عشان ما أبي يتأتأ. هالأشياء وإذا استمرت أكثر من ست شهور لازم نشوف أخصائي النطق. في طرق العلاج طريقتين، طريقة مباشرة طريقة غير مباشرة. الطريقة الغير مباشرة عادة نستخدمها للأطفال الصغار، لأن نحاول نهيئ البيئة حواليهم أنها تحتوي التأتأة، ننبه الأهل أن هم شلون طريقة تعاملهم مع التأتأة، شلون يتفاعلون مع الطفل لما يتأتأ. إذا الياهل مو منتبه ما نبي ننبهه، عادة نقول حق الأهل لا تنبهون الطفل على التأتأة، خصوصا إذا ما كان في حركات جانبية أو ثانوية مع التأتأة. نقول حق المدرسة عطيه الوقت الكافي أنه هو يجاوب. عادة يكونون صغار، أما لما يكون عمره 6-7 سنين والتأتأة تكون لازمته أكثر من 6 شهور، هني نحتاج إحنا ندخل مباشر مع الطفل، نكلمه عن التأتأة وعن طرق الاستراتيجيات يقدر يستخدمها هو الطفل نفسه، بحيث إنه هو يخفف من حدة التأتأة. علاجها 100% ما ندري، إحنا مو مضمون عندنا ولا مضمون عند أي أحد، لأن علاجها سلوكي. عادة الطفل كل ما يكبر يتعلم سلوكيات جديدة، يتعلم شلون يطبقها كل يوم بحياته اليومية، فيستخدمها بحياته اليومية، بحيث أنه ممكن يوصل عمر معين وهو ما حد يدري أنه هو يتأتأ كان قبل ما كان صغير. ففي وايد أشخاص نشوفهم وهم كبار يقول أنا كنت وايد أتأتأ أكثر من ولدي مثلا، بس علم نفسه أو تعلم طرق أنه هو يتغلب على التأتأة، يخليه هو يتحكم فيها بدل ما التأتأة تتحكم بحياته الاجتماعية. ففي طرق وايد، استراتيجيات وايد. عادة نجرب مع الطفل طريقة أو طريقتين، نشوف شنو أكثر شيء يناسبه وأكثر شيء يقدر هو يطبقه بحياته اليومية.
وايد أشياء نسمعها من الأهل عادة يجون يقولوا لنا سمعت عن طريقة علاج بالأدوية، في طرق علاج بتمارين معينة، تمارين للسان أو عضلات الفم. هذه نصيحة مني لكم أن هي ما في أي إثبات علمي أن هي تنفع. متى نستخدم الأدوية؟ إذا صار في مضاعفات أخرى للتأتأة، مثلا في ناس يكبرون بالعمر وتأثر على حياتهم بحيث أنه ممكن يحوشهم شوية اكتئاب، ممكن أو أنه يصير عندهم مثل فوبيا أو أنه يصير سوشيال أنزايتي نسميها، مثل رهاب الاجتماعي، من أسبابها التأتأة. هني ممكن ندخل العلاج الدوائي، وعادة يتابعهم طبيب الصحة النفسية حق إنه يوفر هالعلاج. بس بالنسبة لعلاج النطق عادة تكون سلوكيات نحاول نتعود عليها، ونحاول إن هي نعود الياهل عليها من عمر صغير بحيث نتجنب كل الاحتمالات اللي تصير ممكن لما يكبر. حياة الطفل الاجتماعية وايد مهمة، مثل ما هو تحصيل الأكاديمي، مثل ما اللعب عنده مهم. في وايد أشياء مهمة للطفل يمكن إحنا كبار ما نشوفها وايد مهمة، بس إنه لازم نشجع ونحفز الطفل إنه يكون يستخدمها بحياته اليومية. في وايد أهل يقولون إنه والله إحنا ولدنا خذ العلاج وما استفاد. متى يستفيد الياهل؟ الياهل يستفيد لما يعرف هو يطبق الاستراتيجيات بحياته اليومية، مو بس إنه وقت العلاج الجلسة هو يعرف يطبق الاستراتيجية، ولما يطلع من غرفة العلاج ما يعرف يستخدمها. هني ما استفدنا شيء، فنبي إنه هو ينقل المعلومة اللي هو يستخدمها برا غرف العلاج بحياته اليومية. فالأهل هني وايد يساعدون إن هم يذكرون الياهل، خصوصاً الأطفال بعمر صغير يحتاجون إحنا نذكرهم، يحتاجون نعطيهم الوقت الكافي إن هم يتكلمون، وخصوصا الاطفال بالصف بالمدرسه نحاول ان احنا نراعي معاهم هالشيء، ان نعطيهم وقت كافي ونشوف محتوى كلامهم بدل طريقه الكلام. وان شاء الله نتكلم معاكم على مواضيع ثانيه في حلقات جايه.